مساء الخير على كل مشاهدين قناة المحور ومشاهدي برنامج أوضة وصالة. هكون معاكم أنا داليا المدبولي كل يوم سبت إن شاء الله ولمدة ساعة من 7 لـ 8. بما إن النهاردة أول حلقة في برنامج أوضة وصالة، أحب أوضح لكم برنامجنا بيتكلم عن إيه. أوضة وصالة جملة بنقولها كتير وبنسمعها كتير في حياتنا. بتكون مسافر في بلد بعيدة وتقابل بالصدفة جيرانك وصحابك وتفرح قوي إنك شفت حد منك، وقتها بتقول ده العالم كله أوضة وصالة. بتكون قاعد وسط ناس صحابك وبيعرفوك على واحد صاحبهم، وتلاقيه صاحبك وحبيبك من زمان، وقتها بتقول ده مصر كلها أوضة وصالة. ما عندناش حاجة بتستخبى، وما عندناش حد ما يعرفش حد. بلدنا هي الأوضة والصالة الكبيرة اللي كلنا عايشين فيها. هنتكلم عنها وعن مشاكلها وقضاياها. أما بيتنا فهو الأوضة والصالة الصغيرة بتوعنا. هنتكلم عن كل حاجة تخصه، إزاي نخليه أجمل بيت في الدنيا بأفكار بسيطة وجميلة من الديكور. برنامجنا هيتكون من فقرتين. الفقرة الأولى هتكون فقرة اجتماعية، هنناقش فيها موضوع اجتماعي بيهمنا كلنا، والفقرة الثانية هتكون فقرة عن أفكار جديدة للديكور في بيتنا الصغير وأوضتنا الصغيرة، علشان نخليه أحلى بيت في الدنيا بأفكار مبتكرة وجميلة. وبما أن النهاردة أول حلقة في برنامجنا وأول فقرة في حلقتنا النهاردة هتكون عن المعنى الحرفي لكلمة أوضة وصالة، هنتكلم النهاردة عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي جمعتنا كلنا وخلت حياتنا كلها أوضة وصالة واحدة، بقينا عارفين كل حاجة عن بعض. وعلى الرغم من الإيجابيات الكبيرة للسوشيال ميديا، إلا إن ليها سلبيات كتير. ومن أهم السلبيات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة سعي الناس للوصول للشهرة من خلال السوشيال ميديا بأي طريقة وبأي هدف. انتشرت في الفترة الأخيرة فيديوهات كتير على السوشيال ميديا، خاصة بعد ما بقى في أبليكيشن جديدة على الموبايل سهلت لكل الناس إن هم يعملوا فيديوهات رقص وغنى وكل حاجة علشان يتشهروا ويقدموا لنفسهم للناس إنهم مشهورين ونجوم مجتمع. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده مع ضيوف حلقتنا، مع ضيوف فقرتنا الأولى هنتكلم عنه وهنناقشه. بس هنطلع مع بعض دلوقتي فاصل عشان نشوف فيديو لنماذج من الفيديوهات دي، وهنرجع لكم تاني ومعانا ضيوفنا في فقرتنا الأولى. خليكم معانا. دخلت على الأوضة جوه تفريج النور وبعد الشغلة دي بساعة نسيت في سريرها ولاعة، فعليكي بشوف حاجات كتيرة، أصل انتي الأولى والأخيرة، أنا كل ما بشرب كزبيرة تيجي في بالي. طاير لفوق سكتي سالكة سالكة، ما شفتش حد فيكو ماركة ماركة. طب ليه لسه هيستحي؟ أصلك معروف كتير كلامك، قال لي ما أمك رغيك كتير خلق منبوس. هلعب لعب مع اللي يحب ودب دب 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 في اللي يب. هلعب لعب. أمي خلاص أنا قررت أتجوز. ألف مبروك. والله خلاص. لا اسمين. لا واحدة كده هتعجبك من الآخر. فين هي؟ معاك صورتها؟ معايا. وريني. بصي كده زي القمر. ليه؟ هتاكل. بصي الموبايل منور. يا خايب يا خايب، ما تتغرش في الأشكال دي. يلا. كله ده صناع، رموش بتقع، شعر بيقع، كله ده بيركبوه. ياما دي ده شعرها، بصي شعرها. شعرها ايه؟ أنت عايز تتجوز؟ وتقول أمي نقتلي صح؟ أيوه. خش عزا. اخش ايه؟ عزة. كنت داخل في عزة. هتبقى ازاي؟ ايوه والله. الناس هتبقى فاضيه. انا منى شعبان، منظمه حفلات وموديل وبعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، وانا النهارده من الناس اللي بتكرم من وسط 100 شخصيه ناجحه. فخوره جدا جدا ان انا موجوده في وسط الناس الجميله دي، واحلى حاجه واعظم حاجه بجد
ان انا بتكرم في وسط الامهات الشهداء. من كتر ما انا فرحانه وحاسه بجو كده سبحان الله غريب، انا يعني مش لاقيه كلام اقوله بجد او يوصف اللي انا فيه دلوقتي. انا حسيت بنجاحي لما انا كنت ابقى موجوده في وسط الناس دي. بجد انا مبسوطه جدا والله. نفسي اكون مشهوره بجنون، نجمه تخطفها العيون، في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العربي. ورجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو اللي بيقدم نماذج كتير لفيديوهات انتشرت في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، الهدف منها هو الشهرة. أكيد كل واحد فينا عايز ينجح، وكل واحد فينا ليه وجهة نظره في النجاح، وفي اللي النجاح بالنسبة ليهم هم أنهم يكونوا مشهورين. مش عيب أن الإنسان يسعى للشهرة لما يكون بيقدم رسالة ومضمون مفيد. الحقيقة ان في فيديوهات كتير انتشرت على السوشيال ميديا وعلى الابليكيشن الجديد اللي بقى في الموبايل في الفترة الأخيرة بتتناول مضامين كتيرة. في منها الفيديوهات اللي فعلا بتقدم رسالة وبتقدم مضمون جميل، وفي منها الفيديوهات اللي فعلا أصحابها عندهم موهبة حقيقية عايزين يقدموا نفسهم للناس. وقصاد ده كله في مضامين وفيديوهات كتير فعلا بتسيء لنفسها وبتسيء للمجتمع اللي عايشين فيه، فيديوهات تتنافى مع قيم ومجتمعنا المصري والشرقي. الهدف منها هو ان صاحب الفيديو يكون مشهور ويعمل نسبة مشاهدات عالية ويحقق ارباح من ورا ده. الحقيقة الموضوع ده مهم جدا ان احنا نناقشه، عشان كده معانا ضيوفنا هنتكلم معهم في الموضوع ده النهاردة، اللي بنرحب بيهم في البرنامج بتاعنا النهاردة. الأستاذ الدكتور سامح نصر الدين، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. معانا كمان ضيفتنا وهي إحدى مشاهير السوشيال ميديا والأبليكيشن اللي قلنا عليه، منى شعبان. أهلا ميكي يا منى. أهلا بحضرتك. وبنرحب كمان بوالدة منى السيدة خديجة صاوي، منورنا يا جماعة. أهلا بحضرتك. هنبتدي من عند منى. عايزين نعرف يا منى، أول فيديو حبيتي تقدميه؟ أول فيديو أنا من زمان، من قبل أصلاً الأبليكيشن بتاع تيك توك، وأنا بحب جداً أعمل فيديوهات، وكان صحابي دايماً يقولوا لي أعملي فيديوهات وهتبقي يعني مشهورة على السوشيال ميديا وكده. بس فأنا أصلاً كنت بحب الفيديوهات جداً يعني من قبل تيك توك. بس أول ما جيت تيك توك حسيت إن بقى إيه يعني اللي هو يعني حاجة حلوة قوي. أنا حبيت جداً البرنامج بغض النظر عن ان في ناس كتير قوي بتستخدمه غلط. طيب منى، يعني اول فيديو ليكي كان على ايه بالظبط؟ كان على اي موقع؟ انا مش فاكره قوي كان اول فيديو يعني كنت عملته كان ايه، بس اللي انا فاكراه يعني ان اول ما بدات احنا كنا انا وماما يعني دايما حياتنا اليوميه دايما بيبقى فيها حاجات كده بتضحك جدا يعني. فجينا عملنا بالصدفه يعني ان احنا نعمل فيديو، كنت بوضب الشقه وبعمل مش عارف ايه ومش عاجبها يعني، فاكتشفت ان تقريبا معظم امهات مصر مش بيعجبهم حاجه خالص. بس فعملت الفيديو ده ونزلته، عمل فيو عالي جدا. وانا اتفاجئت، قلت عمل 6 مليون مشاهده. طب ايه الهدف يا منى؟ كان ايه الهدف اللي قصادك وانت بتنزلي الفيديو ده؟ هل الشهره، الفلوس، تزودي عدد المتابعين بتوعك، انك تكوني مشهوره وتمشي في الشارع الناس تعرفك؟ طبعا مفيش حد خالص، لا مفيش خالص حد هيبقى نفسه، مش نفسه ان هو يكون مشهور يعني. احساس حلو لطيف، بس لا انا ما كانش هدفي خالص الشهره. انا اصلا بطبيعتي اي موقف بيعدي عليا في حياتي لازم طب كده عليه واخده واعمله بشكل كوميدي يعني. دي حياتي يعني. لكن ما كانش في نيتي خالص. احنا سؤالنا دلوقتي لماما. اموري يا حبيبتي مدام خديجه، اول مره تشوفي فيديو المنى على السوشيال ميديا كان احساسك ايه ورد فعلك كان ايه؟ كنت مبسوطه. كنت فرحانه؟ كنت مبسوطه. ما انا كنت معاها. ايوه انت شاركتيها بعد كده. يعني فعلا حبيتي الموضوع جدا، لقيت نفسي مبسوطه وبيفك عن القلب كده.
ايوه يعني كنت سعيده بيها وفخوره بيها. عشان كده انت بدات تشاركيها بعد كده فيديوهات كتير. ايوه لا ده على طلب اللي هم المشاهدين. المشاهدين؟ اه قالوا عايزين ماما عايزين ماما، هي كانت بتعمل لوحديها. ايوه بس لما اتدخلت قالوا عايزين ماما، يعني حتى السعوديه والعراق والاردن ودبي كله كان بيراسلنا ويكلمنا على اساس ان انا ابقى موجوده. يعني والفيديو ما كانش بيجيب فيو وبيجيب مشاهده غير وهي موجوده معايا. انا اكون معاها، انا عامله فيديو جايب على الواتس 21 مليون الفيسبوك. ايوه مشاهده. طب سؤالي دلوقتي لدكتور سامح. اتفضلي دكتور. تمام. هل السعي للشهره والرغبه في الشهره نوع من انواع الجنون ولا شيء طبيعي موجود في كل حد فينا؟ لا هقول لحضرتك، يعني هو بصي هو ناخد من الاثنين، هو في كده وفي كده. هو في فعلا بعض الناس بيبقى عندهم الموضوع هو جنون الشهره، ولذلك هو المصطلح ده موجود ومتداول طبعا. كلمه جنون الشهره، حد عايز يبقى مشهور واتيفر هو هيعمل ايه، مش فارقه هي هيعمل ايه او هيوصل لحد فين. زي ما حضرتك قلتي في المقدمه طبعا وحكيتي عليها ان هو في ساعات بنوصل لمرحله مش لذيذه، وفي ناس لا بتبقى مشهوره عايزه تعمل حاجه كوميديه، عايزه تعمل حاجه دمها خفيف، عايزه تشاركنا احداثها طبعا، يعني زي ما استاذه منى ومدام خديجه بيعملوا. دي بتبقى حلو، دي بتبقى حلو، لان احنا خلاص بقى عايزين نفك عن نفسنا شويه، نضحك شويه، نهزر شويه، ما دام ما فيش الحياه والعب اسفاف وما دام ما فيش حاجه غير اخلاقيه. دي كويسه، مش هنقول لا، ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. لكن في فعلا ناس بتوصل لمرحله جنون الشهره ومستعد يعمل اي حاجه عشان يعني ممكن يكون في اسباب نفسيه بتخلي الناس اللي بتعمل الفيديوهات اللي بتتضمن يعني فعلا يعني مقاطع وقيم لا يتتنافى مع مجتمعنا واخلاقيات بتسيئ ليهم قبل ما بتسيئ للمجتمع. أيوة الناس دي هل فعلا في اسباب نفسيه ورا اللي بيعملوه ده؟ طبعا مرض نفسي. امراض نفسيه، امراض نفسيه بقى مختلفه كتير قوي. من ضمنها بقى يعني حاجات كتير، ممكن يكون كبت مثلا معين وهو صغير فلما كبر شويه فبقى عايز يعمل كده، او كبرت يعني ايا كان. ممكن يكون الجنان بتاع الشهره بتاعه خلاص هيوصله لمرحله زي ما حضرتك بتقولي، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه منافيه للاخلاق تماما او للقيم بتاعت مجتمعنا، المهم ان انا اتشهر، وده بقى خلاص بقى كده لا، انت كده نقف ونقول ده احد درجات المرض النفسي، لا لازم تروح لطبيب نفسي بقى. في الحالة دي يبقى لازم يروحوا فعلا لطبيب نفسي. يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها الغريبة بقى. الناس الكتير اللي أهم حاجة عندهم إنهم يكونوا مشهورين بغض النظر عن الصورة اللي بيطلعوا فيها قدام الناس. أيوه. خلونا نطلع مع بعض فاصل ونشوف رأي الشارع إيه في الفيديوهات دي، ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا مع ضيوفنا في البرنامج. خليكم معانا. مين فينا ما بيحبش انه يكون مشهور وان الناس تعرفه؟ الشهرة دلوقتي بقت حاجة سهلة جدا، وده طبعا بفضل السوشيال ميديا، وده شفناه الفترة الأخيرة وهو انتشار الفيديوهات بطريقة كبيرة. مش مهم الفيديوهات دي تكون مفيدة أو ليها هدف أو حتى رسالة، المهم إن أصحاب الفيديوهات دي يتشهروا حتى لو كان على حساب إنهم يتخلوا عن مبادئهم. في المقابل بيجيلهم متابعين بالملايين وكل الناس بتتكلم عنهم وشير في كل حتة، لحد ما بقى هوس الشهرة هو مرض العصر. نزلنا النهاردة نسأل الناس ايه رأيهم في الفيديوهات دي، وهل هي بتفيد المجتمع ولا لا. اسمك ايه؟ اسمي انسان. كيفك يا صاحبي يا غالي وكيف الاحوال؟ ولا عمري جيت لك انت اللي جيتني انت. انت شايفة الفيديوهات اللي بتتعمل على السوشيال ميديا دلوقتي هي هوس للشهرة؟ ايوه، لان هما كلهم يعني كل فيديوهاتهم بتتكلم في تفاهه اصلا، يعني انا مش شايفه حاجه مفيده بيتكلموا فيها، عباره عن ان هما جايين يتريقوا على ناس، بيجيبوا فيديوهات تانية اللي هما اصلا تفاهه يقعدوا يتريقوا عليها فيتشهروا على قفا الناس التافهه برضه، هما كلهم تافهين في بعض. يلا لفي فينا دوري، اللي شتموني حاليا بيسقفوا لي، صوتي جامد هفرطوا واقي كفوري، بعد التراك هتقول يا ولاد في منها ممكن يكون هوس للشهرة، يعني في ناس محبين شهرة كده بلا مضمون، ده واحد عمل قناة على اليوتيوب أو عمل له صفحة على الفيس أو ما بيقدمش محتوى. في وفي يعني معظمها في بنات بقى يقعدوا يعملوا نفس النظام إن هو نحب يشهروا نفسهم، وفي بنات بردك تحب تعمل حاجة للمجتمع بردك، يعني تقدم حاجة صالحة للناس. الفيديوهات دي عامة يعني هي ليها هدف، يعني الواحد ممكن يستغل ده، في ناس فعلا بتطلع مبدعين، يعني في ناس فعلا بتطلع حاجات حلوه وبتطلع حاجات كويسه، وفي ناس بتطلع حاجات يعني منتهى
القرف والاسفاف وكل حاجه، وناس بتطلع يعني في ناس بتطلع بتعمل حاجات وحشه اساسا. هي بامانه الله مش ما فيهاش حاجه حلوه خالص، لان دي ضياع جيل اللي بيحس ان ايه ان كل البنات ماشي بتجلع واللي باين جسمها من تحت وباين من فوق، والشباب اللي بتحط مكياج واللي بيحط روج واللي عامل نفسه فيها مش عارف ايه ويقعد يرقص زي الحريم، فدي ضياع الجيل بحاله. ده جنون اصلا، دي حاجات شخصيه بتتعرض بطريقه مبتذله. ما بت اي طفل او اي حد تحت السن يتفرج على الحاجات دي، هي في حاجات غير لائقه اصلا الواحد يتفرج عليها، انا او بنتي او اختي. وانت ايه رايك؟ لا انا شايف ان هو حلو مش وحش عامه لناس معينه، ما هو مش كل واحد زي التاني عامه. انت رايك؟ انا رايي كشخصي هو كويس، بس ايه يطوروا شويه عن كده، ما يعملوش حاجه مستفزه. كل اللي بيتكلم عايز يشتهر وعايز يتعرف، بس على ايه يعني؟ لو موضوع مفيد ماشي اهلا وسهلا. الرجاله بقى حريم والحريم بقت رجاله. اعتراضي بقى اللي في حد بيعرض الحاجات دي بطريقه بقى مخله للاداب العامه من الاخر يعني. وده كان رأي الشارع عن هوس الشهرة وفيديوهات السوشيال ميديا. هدير أشرف، برنامج أوضة وصالة. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا رأي الناس في الشارع، والحقيقة آرائهم كانت متنوعة. منهم اللي كان مبسوط من الفيديوهات اللي بيشوفها على السوشيال ميديا، ومنهم اللي رفضها واعتبرها نوع من الجنون. هبتدي من عندك يا منى، وعايزة أعرف ايه تعليقك على اللي سمعتيه في التقرير؟ انا مع ناس كتيره جدا، لانه فعلا في يعني مجموعه كده بتقدم حاجه فعلا تستفز الناس، يعني حقهم ان هم يقولوا لا ده جنون فعلا. لكن مش هقدر ان انا اقول طبعا حاجه، علشان انا بعمل فيديوهات وكده، يعني مش هقدر ان انا اقول ايه لا الفيديوهات حلوه، ولا في ناس فعلا زي ما في كل حاجه في الدنيا في سلبيات وفي فيها ايجابيات. بالظبط، يعني في مضامين كتير بتتقدم في الفيديوهات دي. حقيقي ساعات كتير بتكون هادفه وبتقدم رساله. بالظبط كده، وفي ناس فعلا عندهم مواهب بيقدموا نفسهم للجمهور عشان يتعرفوا عشان ياخدوا فرصتهم. بالظبط، دي حقيقه. لكن المضامين الثانيه اللي فيها نوع من الاسفاف والابتذال، وعايزين يوصلوا لان هم يكونوا مشهورين، بس للاسف هو شهرتهم بتكون شهره مؤقته، يعني مش بيفضلوا على طول، بيبقى حاجه كده ظاهره بتختفي على طول، يعني مش بتعلم مع الناس. وانا بتمنى من ربنا ان وجودي يكون هو انا مش بقدم حاجه هقول عليها هادفه، لكن بنحاول ان احنا نعمل حاجه لطيفه قوي، ان احنا نطلع ضحكه لطيفه من الناس. بالظبط، مش بهدف خالص. احنا محتاجين فعلا الضحكه دي، محتاجينها في الايام اللي احنا فيها. لكن في نفس الوقت مش عايزين الضحكه تخلينا نعمل حاجه تتنافى مع قيم مجتمعنا وعلى المفروض نقدمه على المواقع دي. دكتور سامح، معظم الناس في الفيديو اللي شفناه وفي التقرير بيقولوا ان الفيديوهات دي نوع من انواع الجنون والهوس. تمام، طبعا هما بيقولوا الكلام ده بس هما مش فاهمين المعنى العلمي ده. ايه راي حضرتك في راي الناس؟ هل هو راي ظالم؟ تمام، ولا راي ممكن يكون اقرب للحقيقه؟ يعني هو بصي فعلا هو موضوع من مرض جنون وهكذا، لا مش هتوصل للدرجه دي، بس زي ما قلنا ده بيبقى مجنون شهره، يعني اللي بيعمل فيديو معين يعني يستفز الناس او كده بيبقى ده في جنون شهره شويه. الناس اللي علقت وقالت لا ده جنون او كده، عندهم حق، لان هم هو فعلا استفزهم، فبقى بالتالي خلاص هو دلوقتي هو غير راضي تماما عن الموضوع، فوصفه على زي ما بيقدر يوصف كل واحد حسب تعبيره يعني. فعلا معظم الفيديوهات دي حقيقي مستفزه. فعلا يعني انا فعلا وانا بشوفها بحس بالاستفزاز. انا بشوف حاجات فعلا ما ينفعش يعني خالص، وبعدين شخصيات وناس فعلا ناضجه، يعني مش هنقدر حتى نقول ان هم بنات صغيرين. وبعدين البروجرام نفسها اللي موجوده دلوقتي او كذا ابلكيشن موجود، بيبقى في حاجات ممكن الراجل يطلع بصوت ست والست مش عارف تطلع بصوت راجل، ومش عارف والحاجات الفلاتر اللي بتحصل
بتحصل والحاجات دي كلها. أيوة. لا طبعا اصبحت يعني حاجه بتخش المجتمع عندنا بتبوظ الدنيا حقيقي، بتبوظ الدنيا، بتخلي صورتنا قدام العالم كله صوره يعني غير سويه. لكن هي لو احنا قلنا حد بيعمل حاجه ما فيهاش اي اسفاف او حاجه كويسه، او زي ما حضرتك قلتي يعني بيعرض موهبته، ما هي دي احد قنوات التواصل الاجتماعي، زي ما ممكن يقدم نفسه ويقدم موهبته، مش مشكله. مش لكن لو هو ما عندوش موهبه يا دكتور لا يبقى بلاش بقى، يبقى كده انت بقى ايه، يبقى ده نسميه ايه ده اللي هو فعلا خلاص ده مرض، مريض نفسي، مريض مريض، وكلنا مرضى ولكن بدرجات، زي بدرجات. كل دكاتره علم النفس طبعا اساتذتنا بيقولوا كده، كلنا مرضى ولكن بدرجات، ولكن في النهايه لا. هو انت طب انت ما عندكش حاجه تقولها، ما عندكش معلومه، ما عندكش فاليو معينه او 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 نوليدج معينه او معلومات معينه تقولها، وفي نفس الوقت كمان مش انت ما عندكش موهبه لا غنى مثلا ولا استعراض ولا ميوزك معينه بتسمعها، يبقى بلاش، يبقى ريحنا بقى احسن، وانت كمان مرتاح، وبلاش تعمل الحاجات دي عشان ما تضرناش يعني. ده حقيقي فعلا. منى انت قبل ما بتعملي فيديو بتحضري فكره الفيديو ازاي؟ يعني ايه الفكره اللي عندك اللي بتجيلك وبتحضريها وبتجهزي لها ازاي عشان تطلعي بفيديو جديد؟ الاسطوره ماما، ماما دايما عندها تحس ان هي كده حاجه كده ماشيه تضحك يعني كل حاجه، كل تصرفاتها مش بتضحك اللي هي انا بضحك عليها، لا هي فعلا هي حد بتقولي الكلمه تحس انت بتضحكي من قلبك مش بتضحكي عليها، انت بتضحكي على الكلام الحلو اللي هو بيطلع منها. طيب. يعني نقدر نقول ان ماما ملهمتك؟ ما محضرش عايزه اقول لك لا دي فعلا هي ملهمتك. هي عندها ماما عفويه قوي قوي، كل كلامها تلاقيه كده طالع بعفويه وباسلوب فيه مثلا انا هضحك بس مش بضحك وانا يعني مضطره ان انا اضحك، يعني اللي هو في ضحكه بتطلع. طب احنا عايزين نعرف ماما بقى، رأي ماما بقى في الحتة دي، ايه رأيك كأم في الفيديوهات اللي البنات الصغيرة بتقدمها دلوقتي؟ لا. هل تحب ان بنتك تعمل حاجة زي كده؟ لا لا لا. ولو عملت هيكون رد فعلك ايه؟ مش هخليها تعمل، مش هخليها تعمل حاجة زي كده. يعني لو منى دلوقتي عملت فيديو فيه رقص او غنى او طريقه مبتذله لمجرد ان تاخد نسبه مشاهدات عاليه وتحقق متابعات اكتر، لا انت هتوافقي على ده؟ لا 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 موافقش، انا موافقش. ليه؟ لان هما كده بينشأوا جيل مش كويس سلبي، اللي هو يبقى عايز يطلع على طول على حساب الاطفال، ما ينفعش. طب في فيديوهات شفتيها فعلا وحسيتي ان انت فعلا مش راضيه عنها كتير، وانك انت يعني متضايقه زي كتير. ايه الفيديوهات دي وايه المضمون بتاعها؟ ايه الفيديوهات دي؟ ما انا مش هقول على اسامي عشان لا ما تقوليش اسامي، انا بتكلم على مضمون الفيديو، يعني شفتي البنات بتعمل ايه، او حتى لو واحده كبيره بتعمل ايه وفعلا اتضايقتي من جواكي قلتي هي ليه بتعمل كده؟ هي ليه وصلت الفيديوهات اللي بتتعمل في اوض النوم هي اللي مش كويسه. انما انا ومنى بنقعد على كلمه الامطارين، هي بتكلمني انا بكلمها، الضحكه بتطلع، حتى الكومنتات لما بتجينا ما بتجيناش سلبيه، بتيجي ايجابيه، يعني كله بيحبونا نادرا لو جداً. كومنت من 1000 كومنت. دكتور سامح، دكتور سامح، ايه راي حضرتك في غياب دور الاسره عن مراقبه بناتهم اللي بيعملوا في اوضه النوم فيديوهات وهم بيرقصوا وهم يعني في وضع غير لائق تماما؟ يعني الاب والام بيبقوا قاعدين في البيت ومطمنين ان بناتهم جوه البيت وفي امان وقاعده في اوضتها وفي امان وكل حاجه حلوه، مش عارف ان بنته بتصور فيديو وبتشيره والناس بتتفرج عليها وهي بترقص، العالم كله بيتفرج. لا هقول لحضرتك ده فعلا دور الاسره مهم جدا. أيوة. التربيه مهمه جدا. التعليم مهم، خلي بالك كمان يعني حتى لو دخلنا اتكلمنا على المؤسسات التعليميه بقى، سواء من مدرسه في الطفل من الاول لحد الجامعه، ما هي ليها دور، بس من البدايه خالص دور الاسره الصغيره اللي هي موجوده، الاب والام، حتى في غياب الاب او الام في حاله الوفاه، في حاله انفصال، اي حاجه مش مشكله، التاني بيكمل دوره. لكن يعني مدام خديجه مثلا قالت حاجه كويسه قوي، يعني اللي هو ما ينفعش في اوضه النوم، اوضه النوم ايه دي؟ يعني طب احنا وصل بينا الاخلاق للدرجه دي؟ انت مش واخد بالك كأب او كأم، مش واخده بالك ان بنتك بتعمل ايه؟ يمكن عشان في فجوه، ودي موجوده فعلا ما بين الاباء والامهات من ناحيه. أيوة. وما بين الابناء، وبابا ما هو ما عندوش فيسبوك وماما ما عندهاش انستجرام ومش عارف ايه، فبالتالي مش هيعرفوا ولادهم بيعملوا ايه. بس لازم المتابعه، مش هنقول نراقب بس نقول نتابع. طيب يا دكتور من وجهه نظرك ايه الحل؟ ازاي نعالج مشكله
الهوس وجنون الشهرة اللي خلانا وصلنا لكده في المجتمع؟ يعني ازاي نحاول نعالج وازاي نحاول نوقف ده عشان يعني المجتمع يعني كل ما ده بيزيد كل ده فعلا ما بيسيء لسمعة مصر نفسها. أكيد أكيد. وبيسيء للشخص نفسه وسط أهله وسط جيرانه وسط معارفه. أكيد. أكيد. نوقف ده ازاي يا دكتور؟ هي هتبقى محاولات ماشي، لان هو الانترنت مش هتعرف توقفه، يعني مش هتعرف توقف الانترنت عامه. محاولات، دور الاب تاني والام تاني، الاسره نرجع نقول خلوا بالكم من اولادكم، تابعوهم كويس قوي. مش بمعنى ان هو قاعد في البيت فانت خايف عليه من شله الاصدقاء السوء زي ما بنقول كده، اللي هو قاعد معاهم بره او قاعده معاهم، لا هو بص عليه هو بيعمل ايه في بيته، وخاصه مع السن الصغير او مع المراهقه شويه، فتره المراهقه لازم نتابعهم، ده دورهم. الولاد بقى نفسهم والبنات يعني خاصه السن الصغير اقول لهم حاجه واحده، يعني ما تعملوش كده عشان انتوا ما تعرفوش مستقبلكم فين. لما تطلع ضابط ولا مهندس ولا دكتوره ولا فنان بشكل معين، طب ليه عملت كده في نفسك في الاول وشكلك بقى عامل ازاي وسط فعلا اهلك وقرايبك وكده؟ فخلي بالك. والناحيه التانية دور الاهل. دور الاهل. طيب يا منى، انا عايزه منك كلمه اخيره تقوليها للبنات، بما انك احدى مشاهير السوشيال ميديا وعلى تيك توك كمان، وليكي فيديوهات ومتابعين كتير بيتابعوكي وبيحترموكي وبيحبوكي. ايه الكلمه اللي توجهيها للبنات اللي زيك او للناس اللي حتى يعني كبار في السن وعايزين يبقوا مشهورين؟ ايه الكلمه اللي توجهيها لهم انهم يعملوا ايه في يعني ليه بيعملوا كده، او يعني عايزه تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول ان الشهره اللي انتوا يعني بتعملوه يعني مموتين نفسكم عشانها، يعني اللي هو مش عارفه اوصفها ازاي، يعني الشهره دي بتبقى حاجه مؤقته ما بتفضلش دايما. تمام. قدم المحتوى اللي انت نفسك تحترم نفسك وانت بتتفرج عليه، يعني ما تبقاش مكسوف وانت بتتفرج على نفسك. لو مش دلوقتي هيبقى فيما بعد، يعني انت دلوقتي مثلا احساس الشهره هيفضل لطيف ومش عارف ايه، بس مش هتفضل، لان في نجوم كتير قوي بيبقى حاجه مؤقته. الشهره دي بتبقى مع نجوم مؤقته لو هو مش فنان بجد. بس طب مدام خديجه تقولي ايه للبنات الصغيره اللي بيقدموا فيديوهات غير لائقه؟ اقول لهم يعني انا مش هوجه لهم هم، لان هم كلمه مش سريعه هيفهم. معلش مش هيفهموا. انا اوجه للاولاد الامور. أيوة. اتقوا الله في اولادكم. بالظبط. بشكر ضيوفي وضيوف فقرتي النهارده، بشكرهم كلهم طبعا، الدكتور سامح نصر الدين استشاري العلاقات الاسريه، والانسه منى شعبان، ووالدتها مدام خديجه صاوي. بشكركم، رحبت يعني نورتونا في البرنامج طبعا. في نهايه فقرتنا عايزه اقول حاجه واحده بس، السوشيال ميديا بحر كبير قوي، ليه ايجابيات كتير ممكن نستغلها وبرضه ليه سلبيات كتير. ياريت نراجع نفسنا، ياريت يرجع لنا تاني دور الأسرة، نراقب أولادنا نشوفهم بيعملوا إيه وبيشيروا إيه وعايزين يوصلوا لإيه، نراقب نفسنا قبل ما ننزل أي فيديو يسيء لينا قبل ما يسيء للي حوالينا ويسيء لمجتمعنا. أرجوكوا نراجع نفسنا تاني، مش كل حاجة الشهرة. الشهرة جميلة بس لما تكون بتقدم نفسك بالطريقة الصح. هنطلع دلوقتي فاصل صغير وهنرجع مع بعض فقرتنا التانية عن الديكور في المسلسلات والأفلام، قد إيه بنحبه وبننبهر بيه وقد إيه كلنا نفسنا نعمل زيه جوه بيتنا. كمان ديكورات 2020 إيه هي الموضة فيها، كل ده هنعرفه في فقرتنا التانية ومع ضيف حلقتنا ومع ضيف فقرتنا التانية، باشمهندس جمال عجمي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم فقرتنا التانية واللي هنتكلم فيها عن الديكور اللي في المسلسلات والأفلام، واللي بقى البطل الحقيقي دلوقتي في كل مسلسل وفيلم. بعد ما كنا بنركز مع الأبطال والأحداث، بقينا بنركز مع الديكور والأساس والمفروشات اللي موجودة كل مسلسل وكل فيلم. النهاردة معانا ضيف حلقتنا النهاردة
الأستاذ جمال عجمي منسق الديكور بالسينما والتلفزيون، واللي عمل أعمال كتيرة كلنا بنحبها وحبينا الديكور اللي فيها، منها مسلسل طاقة نور والأعلى سعر وكفر دلهاب وشقة فيصل والعديد من المسلسلات والأفلام الجميلة اللي كلنا حبينا الديكورات بتاعتها. برحب بحضرتك معانا النهاردة. أهلا وسهلا. برحب بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة إحنا عايزين نعرف في البداية أستاذ جمال، هل كل مسلسل وكل عمل التحضير للديكور بتاعه بيختلف من واحد للتاني؟ آه طبعا، كل ديكور حسب أحداثه اللي في السيناريو، فإحنا بنضطر نحضر له إكسسواراته. بعد ما المهندس الديكور بيعمل الديكور بنبتدي نجهز الإكسسوارات من مفروشات، موبيليا، ستاير، كل ما هو مكونات الشقة أو الفيلا أو القصر، أيا كان الديكور اللي معمول، كل ده بياخد مننا وقت كتير. في حاجات منها بتبقى في المخازن عندنا، في حاجات بنصنعها، في حاجات بنشتريها. الحقيقة في بعض الأعمال بتكون بتتصور في الصعيد مثلا، وبعدها في أماكن ريفية، وبعدها بتيجي في أماكن شعبية، والبعض التاني في أماكن راقية. أكيد كل ديكور بيختلف من واحد للتاني. مزبوط. الاستعداد لده وإيه الحاجات اللي بتختلف من واحد للتاني؟ ما هو ده بيختلف حسب السيناريو بتاع المسلسل أو بتاع الفيلم. لو إحنا مثلا بنتكلم على ريف، فكل أحداث الحكاية وكل مكونات الديكور لازم تبقى شبه الريف. بيختلف عن من بلد لبلد. يعني لو مثلا بصينا لمسلسل سيدنا السعيد، مسلسل سيدنا السعيد بيحكي فترة قديمة، كل مكوناته القصر كبير كله في الفترة الزمنية اللي اتعملت دي، كل ده كان تصنيع، لأن في الفترة اللي احنا فيها مفيش الكلام ده دلوقتي موجود. في الفترة الأخيرة فعلا بقى في تطور كبير جدا في الديكور الموجود في المسلسلات والأفلام. ايه السر في ده؟ يعني ايه اللي حصل عشان التطور ده كله يحصل؟ يعني هو ده التطور الطبيعي اللي حصل في كل مصر. يعني احنا الشقة دلوقتي او الفيلا دلوقتي مش زي الشقة او الفيلا بتاعت زمان. اكيد الموبيليا، شكل الموبيليا اختلف عشان مساحات الشقق قلت، فبالتالي الموبيليا بقت قليلة. شكل الاباجورات، شكل يعني الموضة ممكن تكون مؤثرة في ده؟ طبعا كلنا ماشيين. ولا الخامات اللي اختلفت؟ لا، الخامة هي الخشب هو بس الموضة هي اللي بتجبرك انت تختاري ذوقك عايز ايه. لو انت قاعدة في مكان كبير فبتختاري حاجة كبيرة، لو انت قاعدة في مكان صغير فبتحتاجي حاجات على قد المكان اللي انت عايشة فيه. ده اختلاف الفترة الزمنية. مثلا خمسينات، ستينات، سبعينات كانت الشقق كبيرة، دلوقتي الشقق صغيرة، فبالتالي مش هينفع الموبيليا بتاعت زمان نشتغل بيها دلوقتي. حقيقة. شكل الستارة مع ارتفاع السقف غير شكل الستارة اللي كان موجود الأول. بس الحقيقة يا أستاذ جمال، في ديكورات كتير بتتعرض في كتير من المسلسلات بتكون باهظة، يعني فعلا بتقدم شكل لديكور مبالغ فيه. لا. والناس بتبص على ده وبتتمنى ان هي تعمله وبيبقى صعب عليها. يعني ليه المبالغة في بعض الديكورات؟ لا، هو مش مبالغة، هو الديكور بيقول لصاحبه لازم يبقى فيه إبهار، عشان أنا كمشاهد لما أتفرج على المكان قول الله ده فيه إبهار، فلازم أكلف، لازم أصرف كويس. يعني فعلا مكلفة ماديا. طبعا. يعني الديكورات دي فعلا بتصرف عليها جامد. طبعا طبعا، دي أخطأ. يعني الديكور النهاردة بيخليكي تتابع المسلسل أو تتابع الفيلم وتقولي الله ده حلو، يا ريتني أعمل شقتي كده، أو يا ريتني أعمل مكتبي كده. ما هي دي المشكلة. لا. يعني لما يجي عريس وعروسة ويشوفوا ديكور حلو ويعجبهم في مسلسل ويكون باهظ التكاليف، هيعملوا إزاي؟ يعني إحنا عايزين نعرف، يعني ونفيد برضو المشاهد ونفيد برضو الناس اللي عايزة نفسها أن هي تحقق ده وتنفذ ده جوه بيتها، تقدر تنفذه إزاي؟ هي المسألة مسألة ذوق. يعني ممكن اعمل الحاجه اللي انا عايزها على قد المساحه اللي انا عايش فيها، اللي انا محتاجها، بس مش لازم اعمل الابهار اللي في التلفزيون او في السينما، لان التكوين بتاع الديكور في السينما غيره في الشقه، غيره في فيلا. يعني لما بنطلع نصور خارجي احنا بنتدخل في المكان عشان نعمله زي ما احنا عايزين. المساحه برضو بتحكمنا. ما هو هي المساحه اساس كل حاجه.
قلت لحضرتك لو في مساحه كبيره فانت بتحتاجي حاجات كتيره، لو في مساحه صغيره انت بتاخدي حاجات صغيره. يعني مثلا لو المساحه بتاعت اوضه النوم بتشيل اوضه نوم بس، لو هتضيفي عليها بتضيفي عليها تلفزيون. انما في اوض نوم بتبقى اوضه نوم فيها ليفنج، فيها قاعده، فيها صالون، فيها يعني. طب ايه افضل الالوان اللي ممكن لما بتطلع على الشاشه فعلا بكون مريحه للعين، وفعلا لو نفذناها جوه كل بيت هيكون مريحه للعين ايضا؟ هو اللون البيج بمشتقاته، السيمون بمشتقاته، طبعا اللون الابيض ده اساسي مريح للعين، الاخضر الجنزاري، أيوة. الاخضر الزيتوني، الاخضر الزرعي، البنيات الخفيفه دي بتساعدك ان انت تعرفي تنقي الفرش بتاعك بتاع بيتك، بتساعدك تعملي يعني دي تعتبر الوان اساسيه لو استخدمناها جوه كل بيت هيطلع ديكورات البيت قريبه من اللي بيشوفوها جوه المسلسلات والافلام. بالظبط كده، بيريحهم نفسيا. بالظبط كده، بالظبط. الحاجه لما بتتحط كتير قدام عينك انت بتمل منها، أيوة. انما لما بتغيري باستمرار انت عينك بترتاح للحاجه. عشان كده ست البيت عندنا في الطابع الشرقي او الطابع المصري تحب تغير في شقتها كتير، يعني تنقل السفره مكان الصالون والصالون مكان السفره، تبعت الطقم يتنجد فتشوف ده في مسلسل تقول اللون ده حلو انا عايز اجيب اللون ده، شكل الستاره في الفيلم الفلاني حلوه فاغير الستاره اللي عندي. بتعمل حاجات بسيطه جوه شقتها، الشقه بتلاقيها اتغيرت بتطلع في اجمل صوره. طيب في الفتره برضو الاخيره المسلسلات التركي وديكوراتها البسيطه الجميله معظم الناس يعني انبهرت بيها جدا وحبت ان هي تطبقها وتنفذها في بيتها، ايه رايك في ديكورات المسلسلات التركي وايه رايك في الناس اللي بيحبوا ينفذوها؟ احنا برضو عندنا مسلسلات حلوه وديكورات حلوه اكيد طبعا واكسسوارات حلوه أكيد. والشعب المصري عنده ذوق جميل وبيعرف أكيد. احنا بنتكلم في اختلاف صوره او اختلاف زاويه تصوير، ثقافه او اختلاف اضاءه او ثقافه زي ما حضرتك بتقولي. انما الديكور في المسلسل التركي زيه لو احداث المسلسل التركي، التركي بيكون اكتر يعني بساطه اكتر، يعني دايما الديكورات المصريه بيكون فيها نوع من الابهار اكتر من التركي، بيكون فيه بساطه. ده كان يعني الابهار في الديكور زمان غير دلوقتي. ليه؟ لان برضو الموضوع اختلف، الشقق صغرت عندنا فما بيديكيش مساحه ان انت تعملي ابهار جامد، تعملي ابهار في الوان انما مش في قطعه اساس. ممكن تحطي فازه فيها وردتين ثلاثه على حيطه فاضيه فوق منها برواز صغير فتعمل شكل كويس. الاول كانت الحيطه كبيره فبتضطري تحطي برواز كبير، تحطي حته موبيليا كبيره، تحطي اباجورايه كبيره، انما دلوقتي ما بقاش في ده. انما لو رجعنا برضو للحاجات التركي القديمه هنلاقيها شبه عندنا بالظبط. طيب نصيحة حضرتك امتى نقدر نستغل المساحة الصغيرة ونحاول نكبر من المساحة دي بالديكورات اللي بنعملها وباستخدامنا للألوان، خاصة ان معظم العرسان والمقبلين على الزواج بتبقى دايما يعني الشقق لسه صغيرة عايزين يعملوا حاجة جميلة وسيمبل ومش مكلفة وبرضو تدي اتساع في المساحة، رأي حضرتك ايه اكتر الألوان اللي تدي ده في المساحة وتوسعها؟ الالوان الفاتحه، يعني اللون الابيض، اللون البيج، السيمون، ده بيعمل مساحه حتى لو مساحه صغيره تحس ان المساحه كبيره. لو استخدمت حته مرايه زياده في قلب الاوضه هتحس برضو هتديكي وسع. لو حطيتي اباجورايه في زاويه معينه كده هتحس ان الاوضه برضو كبيره. ما تتزحمش بالموبيليا، ايوه التحف والاكسسوارات والاماكن بتاعتها مش ما بتتحطش في المساحات الصغيره. يعني لو حطيتي حاجه يعني الافضل نستخدم ايه في المساحه الصغيره بالنسبه للمساحه؟ استخدمي الحاجات الصغيره ما تستخدميش الحاجات الكبيره، الحاجات الكبيره استخدميها في المساحات الكبيره. يعني ما بقاش يعني اقول لحضرتك حاجه، ما بقاش انا تخين ولابس بدله ماسكه فيا قوي او رفيع ولابس بدله كبيره قوي فشكلي مش هيبقى مظبوط، انما انا اشوف المساحه اللي عندي قد ايه وابتدي اشتغل عليها. السجاده تبقى صغيره، الترابيزه صغيره، الكنبه على قد المساحه، فبالتالي بيريح عينك، انت بتتبسطي من المكان مفروش كويس وكل حاجه مكانها. طب بالنسبه للاضاءه، الاضاءه دي عالم تاني، يعني
ازاي نقدر نستغل الاضاءه بشكل كويس جوه بيتنا بحيث ان يريح العين، نعمل نجف يتناسب، نعمل اباجورات تتناسب مع المساحه بتاعتنا ومع يعني الديكور الجديد اللي احنا بنعمله. بالنسبه للاضاءه ده اللي بينور المكان، يعني لو في لمبه ضيره اتحطت ما بين اتنين فوتي على ظهر حيطه في ظهرها مرايه هتحس ان كل الاوضه منوره. لو ما بين كوان صغير وحطيتي اباجورايه هتحسي برضو ان البيت منور. بلاش النجفه الكبيره قوي دي اللي تاكل المساحه ومش هتعمل اضاءه. ممكن نجفه صغيره سيمبل كده لذيذه، 4 شمعة 5 شمعة هتنور لك المكان وتخلي الشقه او تخلي الاوضه اللي محطوطه فيها مساحتها كويسه ومنوره كويس. مع الالوان كمان، يعني الالوان اللي انت بتستخدميها كل ما اللون بتاع الحاجه بيبقى فاتح ده بينور المكان. طب بالنسبه للاساس، الافضل في المساحات الصغيره نستخدم اساس ستيل ولا مودرن؟ الستيل ولا مودرن؟ لا انا في المساحات الصغيره استخدم المودرن. المودرن يعني انتري، مش صالونات يعني. لا، ولو استخدمت صالون لو عايز اعمل ستيل فمش هيبقى الستيل اللي احنا عارفينه بتاع زمان. هناخد الروستيك اللي هو الحاكم ما بين القماشه اللون اللي طالع جديد والخشب اللاكيه المغسول، فبالتالي مساحاته بتبقى صغيره وعلى قد المكان اللي موجود. هو الحقيقه معظم الاهل دلوقتي كمان بيتدخلوا في الموضوع ده، بيبقى عندهم ميول للستيل، فبيبقى في مشكله ما بين ان المساحه مش مستحمله وهم عايزين يعني يفرشوا بالطريقه دي. فاحنا امتى يعني وازاي نقدر ننسق ما بين ده وما بين ده؟ اصل حضرتك لو انت قاعده في مكان صغير، الشقه اللي انت عايشه فيها، لو جبتي طقم ستيل انت مش هتستغني منه غير الكنبه والاتنين فوتيه بتوعه وترابيزته وترابيزات الركنيات، غير كده مش هتستخدمي الطقم كامل. كنبه واربعه فوتيه بترابيزه باتنين ترابيزه باباجوره، كالت المكان، ما بقاش فيه حركه، مش هتعرفي تتحركي انت كست بيت او هو كصاحب بيت او ضيوف يعرفوا يتحركوا في الشقه. فانت ممكن تجيب الطقم اللي انت عايزاه ده الستيل، بس تجيبي الطقم الصغير، يعني في طقم كبير وفي طقم صغير، هات الصغير اللي على قد المساحه. واوضه النوم كده والسفره كده، يعني بلاش السفره تبقى النيش والدلسوار والبوفيه وترابيزه بثمان كراسي. طب انا هودي الحاجات دي فين؟ مش هو الحقيقه هي المشكله في الديكورات بتاعتكم اللي في المسلسلات، لما بتجيبوا فيلا كبيره وفيها تحف كبيره وفيها مفروشات واساس فخم جدا، طبيعي ان الناس بتبقى عايزه يعني تعمل حاجه زي كده. يعني برضو يعني لازم نراعي، يعني انا شايفه ان ده لازم نراعي ان المجتمع فعلا يعني صعب عليه ان هو يشوف الحاجات دي ويبقى نفسه ينفذها، وخاصه يعني مع الحاله الاقتصاديه اللي موجوده. هقول لحضرتك حاجه، انت قلتي فيلا، فانا عندي فيلا، فانا راجل مقتدر، فيلا يعني عندي مساحه كبيره، يعني ممكن اجيب كل الفرش ده بامكانياتي طالما انا عندي المساحه اللي تكفيني، فممكن اعمل فيها كل حاجه. انما انا راجل شعبي متوسط عايش شقه على قدي، ثلاث اوض وصاله، فبفرش الحاجه اللي تناسبني. انتوا بتعلوا طموحات الناس في الموضوع ده. ما هو اللي بيحكمنا السيناريو بتاع العمل، يعني سيناريو العمل اللي احنا بنأديه هو اللي بيحكمنا، هل احنا محتاجين المساحه دي ومحتاجين الشكل الجمالي ده ولا محتاجين حاجات اقل. زي ما بيبقى فيه في المسلسل زي ما حضرتك بتقولي فيلل وقصور وتماثيل وتحف وانتيكات، اكيد في شقق برضو صغيره فيها حاجات بسيطه، فانت اختاري اللي يناسبك. احنا دلوقتي طبعا في بدايه السنه الجديده 2020، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا ستي. عايزين نعرف بقى الاتجاهات الحديثه في 2020 في ديكورات المسلسلات، وبعدها نعرف الاتجاهات الحديثه برضو اللي ممكن ننفذها في 2020 جوه كل بيت عندنا. كل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري طيب يا رب. 2020 لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الالوان اللي ممكن الناس تشتغل بيها زي ما قلت لحضرتك، في مثلا الاصفر الكناري مع الاخضر كمساحه تاخدي كتف ده في المسلسلات.
يعني ده الاتجاه الحديث في 2020 اللي هتنفذوه في المسلسلات الجديدة، أو نعمله في شقة. ممكن الألوان دي نشتغل بيها، اللي هي الألوان الأصفر الكانيل الكناري. دي ألوان جديدة تماما دي. والأخضر والأخضر الجنزاري. دي البيجات طبعا دي أساسي عندنا. لأن احنا بنكسرها بالفرش. يعني اللون اللي يستحمل ان انت تحطي حاجات ملونة كتيرة فتبان فيها اللون البيج. اللون الابيض رغم ان هو بيضايق ناس كتيرة في التصوير، بس تمام. يعني في الوان اساسية اللي هي الابيض والبيج دي معانا دايما. لكن الجديد في 2020 بالنسبة للديكور المسلسلات والافلام استخدام الوان جديدة، وهي الالوان الكناري. وانا انا شايف عندكم في الديكور هنا الديكور حلو عندنا. حلو جدا. وعندكم انتم مستخدمين الوان جديدة برضه. ايوه، يعني مستخدمين الوان دي اللي شغاله مثلا من اواخر 19 وهتخش تاخد ألوان معنا ألوان معنا مريحة فترة من وجميله وبتناسب كل الاوقات. طبعا انا بشكر حضرتك يا استاذ جمال، نورتنا النهارده وحقيقي كلام معاك كان ممتع جدا واستفدنا بيه جدا. ربنا يخليك. نورتنا في برنامجنا النهارده. ربنا يخليك. الحقيقه بعد ما كلمنا مع استاذ جمال وعرفنا ازاي بتتعامل ديكورات المسلسلات والافلام اللي بنبهر بيها وبنحبها وبيبقى نفسنا ان احنا ننفذنا جوه بيتنا، جميل ان احنا ننبهر، لكن لازم ناخد اللي يليق معانا واللي يناسبنا، يناسب مساحة بيتنا ويناسب امكانياتنا. ما نضغطش على نفسنا وما نحلمش بحاجة اكبر من اللي عندنا. نعمل بيتنا على قدنا ونحبه ونحب ديكوره وننفذه بالطريقة اللي تريحنا. كل سنة وانتم طيبين، وبكده نبقى خلصنا آخر فقرة في برنامجنا النهاردة، وإن شاء الله هنتظركم في حلقة جديدة من برنامج أوضة وصالة يوم السبت الجاي الساعة 7. في أمان الله.